بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بإذن الله عايزين نتكلم على موضوع جديد، موضوع مش مألوفين عليه في الجامعات بتاعتنا، مش مألوفين عليه في العالم العربي، اسمه Critical Realism. ايه موضوع كريتيكال رياليزم دوت؟ هو في ايه؟ انا ايه لازمته؟ بعمل بيه ايه؟ تاني تبص كده مع بعض كده، انا بعمل بي اتش دي وعايز اعمل سوفت وير يحل مشكله شركه، عايز اعمل تول يحل لي مشكله شركه، عايز اعمل برنامج يحل لي مشكله شركه. حاجه مفيده جدا، حاجه للمجتمع، حاجه ممسوكه، عشان الكلام النظري الكتير ما بيصدفش بيتعمل في المكاتب. انا عايز اعمل حاجه ممسوكه، فعايز اعمل سوفت وير. اوكي، بس في مشكله، السوفت وير ما يقدرش بي اتش دي. ليه؟ لان البي اتش دي قايمه على ان انت ضفت للنولج، عملت ثيوري، عملت نظريه، عملت معلومه جديده. فالسوفت وير يحل لك مشكله الشركه، لكن ما يعملكش بي اتش دي. ده شغل استشارات، ما يعملكش بي اتش دي. طب انا عايز احط الاثنين مع بعض، دي نقطه. ايه المدخل اللي استخدمه او الفلسفه اللي استخدمها في الريسيرش بحيث ان انا اقدر اعمل تول كويسه واقدر انشر في بيبر او اقدر اترقى او اقدر اعمل بيها بي اتش دي؟ تعال نبص كده مع بعض بسرعة كده، ايه المذاهب المعروفة في الريسيرش؟ ايه المدارس الموجودة في الريسيرش في العالم؟ في مدرستين قدام جدا هما اللي بيتكلموا على طول، مدرسة البوزيتيفيزم، ودي مدرستنا في الجامعات العربية بتاعتنا، للأسف الشديد ما بيقبلوش غير بيها. وفي مدرسة الانتربيتيفيزم، ودي مدرسة مشهورة جدا في أوروبا، خاصة انجلترا. بسرعه، ايه المدرستين؟ احنا شرحناهم قبل كده في الفيديوهين اللي فاتوا، بس ريفيو سريع. البوزيتيفيزم قايمه عباره عن بحث قايم على هايبوثيسز، تعمل هايبوثيسز، تعمل فرضيات للبحث، تختبر فرضيات البحث، تطلع نتيجه. يبقى البوزيتيفيزم قايم على علم تيستينج هايبوثيسز، دي فلسفته. طريقة تفكيرك هنا في الريسيرش قايمة على تيستنج هايبوثيسيس، يعني الطريقة اللي تجيب بيها في العلم وتفهم بيها الموضوع كويس قايمة على ايه؟ على أسئلة، قايمة على فرضيات، والفرضيات دي ليها نتائج. والله بقول في علاقة ما بين استخدام البرنامج ورضا الناس ورضا الوظيفي، ده اسمه هايبوثيسيس. فأنا هنا ببص بسياسة تيستنج هايبوثيسيس، بنسميه الابستمولوجي بتاعتي. يعني ايه ابستمولوجي؟ طريقة نجاح بالعلم، بجيب العلم ازاي؟ مدخلي ايه؟ مدخلي اختباري، الامبريسيزم، بحط اختبار، بحط سؤال، بحط هايبوثيسز، واختبر الهايبوثيسز ده باسلوب اوبجكتيف، باسلوب حيادي، عشان اطلع نتيجه اقول والله انا مش متدخل ولا متحيز في البحث بتاعي، وطلعت نتيجه حياديه. ليه؟ لان انا استهبل احصاء، وبالتالي طلعت نتيجه بالاحصاء، وبالتالي انا خارج الموضوع. جميل، البوزيتيفيزم اسلوب جميل، وده المشروع عندنا في العالم العربي، بحث قائم على كوتشينير، استقصاء، وهايبوثيسز، تيستنج هايبوثيسز باسلوب الاحصاء. المدرسة الثانية، المدرسة الأوروبية المشهورة جدا هنا في إنجلترا، ألا وهي مدرسة الانتربريتيفيزم، قايمة على انتربريتنج، بتحاول تفسر الرياليتي. يعني بتحاول تعمل انتربريتنج، تفسر الرياليتي، تفهم الرياليتي عن طريق الأوبزرفيشن، تلاحظ عن طريق الانترفيو، تعمل انترفيوهات مع الناس، تتكلم معاهم، تفهم منهم، وتكتب منهم اللي أنت فهمته، وتاخد الكلام دوت وتحطه في إيه؟ في بيبر أو بي اتش دي. جميل، رائع. يبقى الابستمولوجي بتاع الطريقه دي، بقعد مع الناس، افتح وداني، اكبر وداني، اسمع من الناس، او ابص وابدا اكتب مشاهداتي، او ان انا اتست هبص عن طريق كوتشينير، او اكون بشكل ستراكشر، شكل مهيكل. بس للاسف الطريقه دي سمها سبجكتيف. مشكله في الطريقه دي، تحاول تفاليديت. نرجع لهدفنا في الريسيرش، احنا بندور على valid knowledge. هو ده الهدف من البي اتش دي وهدف من الريسيرش، ان احنا نطلع valid knowledge، معلومه حقيقيه فيها مصداقيه، مصدقينها. هنا المصداقيه ما فيهاش شك. ليه؟ انت هنا عملت الكوتشنير، كوتشنير مظبوط الى حد ما، اتاكدت ان الكوتشنير مظبوط باسلوب احصائي، عملت له فاليديشن باسلوب احصائي، وطلعت ان هو كوتشنير قوي وكويس، والنتائج انت ما تدخلتش فيها، فبالتالي النتيجه بعض الشيء ما فيهاش اي مشاكل. على عكس هنا انت بنيت الموديل بتاعك بناء على كلام وجهات نظر، وبنيت الموديل وبنيت النظريه بتاعتك، وبعد ما بنيت النظريه بتاعتك رحت كلمت واحد تاني تقول له ايه رايك في النظريه ديت؟ اكيد مش هيقول لك وحشه عشان حبيبك وصاحبك، هيقول لك حلوه، فيبدا يعمل لك فاليديشن ليها بوجهه نظره الشخصيه، حلوه حلوه حلوه، رحت لاصحابك اللي شغالين في الصناعه قال لك حلوه حلوه حلوه، ما انت فاليديت.
وده على فكره السبب الرئيسي ليه الجامعات المصريه ما تعتمدش المجال ده، رغم ان المجال ده بيدينا بيئه خصبه جدا ان احنا نجيب داتا كتير، لانك هنا بتسمع فبتاخد معلومات كتير جدا. لكن هنا للاسف الشديد مضروب في الفاليديشن، لانه قايم فاليديشن قايم على الانترفيوز. حتى لو يقول لك انا عملت فاليديشن كيس ستدي، لو سالته يعني ايه عملت فاليديشن كيس ستدي، يقول لك انا سالت مجموعه من الناس شغالين في شركه كذا قول لي رايهم. برضه انت ما عملتش فاليديشن مظبوط. ليه؟ لان الفاليديشن هنا فيه مشكله. ممكن ينفع في بعض المجالات، لكن في الكيس اللي انا بتكلم فيها النهارده ايه هي؟ ان انا بعمل سوفت وير او تول او سيميوليشن موديل عشان يحل مشكله شركه، ما ينفعش. لانك انت لما تيجي تديهم برنامج انت عملته بناء على كلام الناس وخدت راي الناس، ايه رايك في البرنامج حلو ولا وحش؟ هيقول لك حلو. هل البرنامج ده تعرف تبيعه في السوق؟ مش تعرف. ليه؟ لانه ما اختبرش حقيقي. لازم تختبره حقيقي، لازم تشوف هل هو فعلا بيزود الانتاج ولا ما بيزودش الانتاج، هل هو فعلا بيأثر ولا لا. سيموليشن المحاكاه اللي انت عملتها دي قايمه على وهم ولا قايمه على حقيقه؟ لازم تحطها في موضع اختبار حقيقي. ده ما بيختبرش اختبار حقيقي. انا دلوقتي عشان محدش يتهم مني، انا بتكلم على حاجتين، بعمل بي اتش دي قايمه على نظريه وطالع منها اداه، طالع منها برنامج، طالع منها سيموليشن موديل. مش بتكلم على حاجه عامه، انا بتكلم على المانجمنت انفورميشن سيستم او الاوبريشن مانجمنت. طيب الحل ايه هنا؟ باندرستاند البروبلم بشكل كويس جدا، بفهم البروبلم بشكل حلو جدا، لكن مش عارف اعمل لها فاليديت. للاسف الفاليديت هنا بشكل سيء. هنا في البوزيتيفيزم مش قادر ان انا افهم كويس، لان الموضوع ستراكتشرد، اسئله كلها ستراكتشرد. انت بتعمل كوتشينير، اسئله ستراكتشرد تبقى علاقه بين مفهوم ومفهوم. هل ده بيأثر على ده ولا لا؟ بشكل ما بتحاول تحطها في شكل كوتشينير. فبالتالي انت عندك هنا مشكله في الاندرستاند بروبلم، تفهمه كويس. لكنك في مشكله كويسه ان انت بتعرف تعمل، او في ميزه كويسه ان انت بتعرف تعمل فاليديت. ليه؟ لانك بتفاليديت بشكل اوبجيكتيف عن طريق هايبوثيسز تيستنج للهايبوثيسز، فرضيات للبحث، وانت بعيد عنها وبتختبر فرضيات البحث تطلع نتيجه. فهنا الفاليديشن قوي لكن فهمك المشكله مش كويس. هنا العكس، انت فاهم المشكله حلو لكن مش قادر تعمل فاليديت ليها. طيب نرجع للهدف بتاعنا. انا الهدف بتاعي ان انا عايز اعمل نظريه، من النظريه اطلع بيها تول، عايز اطلع بيها سيميوليشن موديل. ما يجيش واحد يقول انا عملت دكتوراه عملت سيميوليشن موديل، مش صح. مش صح الكلام ده. يعني حصل فيه ديبيت جامد جدا، وان انت تطلع سيميوليشن موديل بس مش صح. انت لازم تبقى عندك نظريه، لازم يكون عندك ثيوري، لازم يكون عندك موديل اولا، ثم قايم عليه ال 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 التول بتاعتك عشان تحل المشكله. طيب اصلا انا طريقه، طريقه البوزيتيفيزم القايمه على تيستنج هايبوثيسز كوتشينير عشان اعمل سوفت وير او اعمل برنامج او اعمل تول او اعمل سيميوليشن موديل، ولا ان انا اسمع من الناس واخد وجهه نظرهم وابدا اعمل برنامج، بس البرنامج ده مش هقدر اعمله فاليديت. يعني هنا حلو ان انا افهم المشكله لكن وحش في الفاليديشن، وهنا حلو ان انا افاليديت بس مش فاهم المشكله. لما نخش المدخل الثالث، ميكس فلسفي، هو الكريتيكال رياليزم. يعني ايه كريتيكال رياليزم؟ يعني ايه رياليزم؟ يعني ايه كريتيكال رياليزم؟ يعني نفهم الاول يعني ايه رياليزم وبعد كده نشوف الكريتيكال رياليزم. دول رياليزم. رياليزم يعني ايه؟ ايه صبور؟ برد. انا شايف ان ايه؟ صبور. عيني قالت ايه؟ صبور. بقت صبور. ايه المشكلة؟ ده ايه؟ الم. انا شايف ان هو ايه؟ الم. خلاص. من الاوبزرفيشن لاحظت ان هو الم، فكرت ان هو الم. كلمت راجل قلت له بتحب تاكل ايه؟ قال لي بحب اكل كذا. خلاص خدت المعلومة انا قال لها خلاص. دي اسمها رياليزم. سواء انت عملتها بشكل كوتشينير، بشكل ستراكشرد، بشكل مهيكل، او بشكل ان ستراكشرد انترفيو اوبزرفيشن وبتلاحظ وبتكتب. هنا بقى كريتيكال رياليزم، الحقيقه مشكوك فيها. اللي انت شايفه مش شرط تكون شايفه صح. اللي انت سمعته مش شرط يكون صح. الطريقه اللي انت جبت بيها المعلومات مش شرط تكون صح. الكوتشينير اللي انت طلعته مش شرط يكون صح. انت بكريتيسايز تضرب في حاجتين، في الابستمولوجي، في طريقه نجاب الداتا، طريقه الحصول على الداتا، وفي الانتولوجي، في ما هي الداتا، الداتا اللي انت جبتها. وبالتالي انت محتاج هنا كريتيسايز. كريتيكال رياليزم هو الحل. بناخد من ده الحل، بناخد من
جديده حلو، وبنعمل لنفسنا فلسفه جديده كده اهوت، بس الفلسفه دي اي معناها ايه؟ بكريتيسايز كل حاجه. طريقه ما جاب الداتا، انا الانترفيو مش طريقه صح، انا عملت الاول انترفيو عشان افهم المشكله. ما ينفعش استخدم الانترفيو عشان افاليديت. ليه؟ عشان انا عندي فلسفه ان انا شاكك اصلا في طريقه، فانا لازم اختبر الطريقه اللي انا جبت بيها المعلومه واختبر المعلومه. يبقى انا مش بس فاليديت الاوتبوت ده، انا بفاليديت حاجتين، بفاليديت الطريقه اللي باستمولوجي، وبستمد الحاجه اللي انا جبتها الانترولوجي. يبقى انا بعمل ايه؟ بتاكد من حاجتين. نفس الكلام هنا، انت استخدمت الكوتشينير ان انت اتاكدت من النظريه اللي انت عاملها. ومين قال ان الكوتشينير صح؟ ومين قال ان الكوتشينير طلع نتيجه مظبوطه؟ قال لك انا عملتها كونفيرمتري فاكتور اناليسيس وجبتها بالاحصاء، اتاكدت ان هي فعلا بتقيس الحاجه اللي انا عايز اقيسها. الكلام الجميل الامور ده، ومين قال ان هي صح؟ ومين قال ان الكلام ده صح؟ يبقى هنا السؤال، ما ينفعش ان انت تفاليديت بنفس الطريقه اللي انت بنيت بيها. ما ينفعش تبني بنفس الطريقه، لازم تكريتسايز الطريقه وكريتسايز العلم. ده اسمه كريتيكال رياليزم، ده فلسفه عاليه قوي. طب ايه علاقه ده باللي انت لسه بتقول لي عايزين نعمل بحث، تعمل نظريه وبحث ونظريه نطلع منها تول او موديل لحل المشكله؟ تعالوا نبص مع بعض كده. كريتيكال رياليزم دي اربع اشكال. واحد، اثنين، ثلاثة. أول شكل، وده شكل مشهور، هو يعني ما بيبقاش كريتيكال رياليزم قوي بس بنحط ساعات تحت كريتيكال رياليزم. أول شكل شكل الاندكتيف، تاني شكل شكل ديدكتيف، ثالث شكل شكل جراوند ثيوري، رابع شكل شكل اكشن ريسيرش. قبل ما اكمل شرح في نقطه مهمه جدا يا شباب، انا بشرح ريسيرش ميثودولوجي. الريسيرش ميثودولوجي يعني مش منسوب، ما فيش حاجه اسمها صح، ما فيش حاجه اسمها غلط. يعني الكلام اللي انا بقوله ده صح وغلط. وما انت يعني تشرح لنا ايه كده؟ ما بتضيعنا ولا ايه؟ لا ما بضيعكش، انت محتاج تفهم. لانك لو ما قدرتش تراشناليز، تبرر اللي بتعمله ده بشكل منطقي وفلسفي مظبوط، كله بطيخ زي ما بنقول، كله ملوش طعم. ليه؟ الجراند ثيوري ده ناس كتير بتقول ان هي هنا، ناس بتقول ان هي هنا، وناس في عامل حاجه اسمها براجماتيزم وبتحطها في براجماتيزم. ايه ده؟ ايه يا عم الدنيا دي؟ لا تفهم كويس جدا، كلامي مش قران ينزل ولا كلام اي كتاب في الريسيرش ميثودولوجي كلام ينزل. الريسيرش ميثودولوجي فن ان انت تجيب العلم، فن تاخد تجيب معلومه، ده هدف بتاعنا كله، تجيب معلومه مظبوطه. يبقى كل اللي انا بغني فيه ده كله ان انا اجيب معلومه مظبوطه، عشان انا لما اجي اقول انشر في توب جورنال بيبر يا جماعه انا بامجد بيقول كذا كذا كذا، هيجي واحد ينتقد يقول لك الطريقه اللي انت جبت بيها المعلومه دي غلط. اقول لا اصبر، في منطق في الكلام ده. العلم اللي انت جبته غلط، لا في منطق في الكلام ده. انت استخدمت سامبل وما كانش المفروض تستخدم سامبل، لا في منطق في الكلام ده. فاهم حاجه اللوجيك. يقول لك مش لازم سامبل وحش مش لازم. فكريتيكال رياليزم اللي انا كاتبه ده مش قران ينزل، ده خاضع للكريتيسيزم. انا بميل للمدرسه دي بشكل 98%، والسكول اللي انا بتعلم فيها هنا كريتيكال رياليزم، اللي انا خدت تريننج فيه بتاعي كله كريتيكال، لان يعني كل حاجه تنتقد، مفيش حاجه مسلمه. ايه الاندكتيف والديدكتيف جراند ثيوري والاكشن ريسيرش؟ الاندكتيف احنا قلنا فلسفتنا في كريتيكال ايه؟ الطريقه اللي انت جبت بيها في العلم في الاول ما ينفعش تقفل بيه، والطريقه اللي انت العلم اللي انت جبته محتاج تحط عن تحت الشك. تعال نبص كده مع بعض. الاندكتيف واي، الاندكتيف واي حد فكرني كده احنا خدناها قبل كده. اندكتيف وديدكتيف، اندكتيف معناها من 3 4 تبني نظريه وتعمم. طبعا كلام غلط، احنا للاسف كنا بناخده عندنا كده ومش مظبوط يعني. يعني تخطط اربعه وتعمل ما تجيش. بس الاندكتيف معناها ان انت عملت نظريه تمثل 3 4 وتحل مشكله 3 4، ما تجيش تقول لي اعمم. ما ينفعش انك انت شغال اندكتيف، لو جيت عممت الاندكتيف هيجي واحد بوستيفيزم يتخانق معاك يقول لك انت بتهبل، فخلي بالك من النقطه دي. اول طريقه بتبقى تبتدي انترفيو، تفهم المشكله كويس. بعد ما تفهم المشكله تتكلم مع شركتين ثلاثة وطبيعتها تبني السيري بتاعتك، تبني الموديل بتاعك، تبني النظرية بتاعتك، ودي بتاخد عليها البي اتش دي بتاعتك. بعد ما تفهم الموديل وتبنيه
هتبدا تبني التول بتاعتك بناء على الانترفيوهات اللي عملت بيها الموديل. طبعا كان عايز امثله باذن الله المره الجايه همسك بي اتش دي دكتوراهات وابدا اشرحها بشكل يفصل لنا الكلام ده بشكل احسن. هتعمل انترفيو تاني او مكمل عشان تقدر تطلع بالتول. التول دي بقى يو هاف تو فاليديت. بس خلي بالك وانت بتفاليديت لازم تفاليديت بشكل جديد. يعني ايه بشكل جديد؟ يعني بدل ما ينفعش تعمل فاليديت بالانترفيو. ليه يا عم؟ هو انت الانترفيو انت عملته خلاص. هتفاليديت حاجه ما انت عملته اوريدي بالانترفيو، هتفاليديت بالانترفيو ازاي؟ ما ينفعش. فالاندكتيف هي مدرسه قريبه جدا هي تكون انترفيوزم. لكنك وانت بتفاليديت بتغير. بتغير ازاي؟ بتغير مثلا عن طريق ان انت تعمل كوتشنير، تحول التول ده لكوتشنير. ده شكل. تغير ازاي؟ هتغير باسلوب تاني مثلا مختلف. نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها ناخد عينه من الناس ونديهم البرنامج ونبدا نختبر الناس دي ازاي اتعاملت مع البرنامج وطلعت النتيجه عامله ازاي. في ناس كتير بت في طريقه انت بتفز لما تعمل برنامج تقول لك ايه رايك في البرنامج، حلو ولا وحش؟ هقول له حلو. برنامج سهل استخدامه ولا مش سهل؟ سهل. برنامج صعب ولا مفيد ولا مش مفيد؟ مفيد. انت هنا فاليديت بالطريقه دي غلط، ان انت بتساله طب ما هو يقول لك لا، يقول لك وحش. كمان انا لو لقيت واحد قال لي وحش هسمع كلامه مش هسمعه، هقعد اشوف لواحد تاني، فالطريقه دي مضروبه. فانا لازم افاليديت بشكل اوبجيكتيف. هتفاليديت بأوبجيكتيف ازاي؟ تجرب البرنامج ده في بيئه ثانيه، مش ينفع تجربه على الشركه طبعا، هتجربه على 3 4 افراد وتخليهم 3 4 ايام يشتغلوا عليه وتطلع منهم نتائج. تشوف هنتكلم بعد كده بالتفصيل في الاساليب المختلفه في الفاليديشن. لكن يو هاف تو تشينج الواي بشكل اوبجيكتيف. يا كيف الاناليسز، يا هتعمل ان انت هتشوف كوتشينير، او كمان شويه هنشوف اساليب ثانيه. الديدكتيف ودي ولاد المدرسه ديت، هو هيعمل انترفيو برضه عشان يفهم المشكله، لان احنا ما زلنا في علم ابلايد ساينس. انت بتحب تعمل سوفت وير عشان تحل مشكله، فبتعمل انترفيو فيرست عشان تفهم المشكله. قبل ما تنسى ده معمول في 3 4 شركات بس، فده عيب. وانت بتعمل الموديل ده البرنامج ده 3 4 شركات دول بس. انت عملت النظريه بتاعتك 3 4 شركات بس، مفيش هنا اسمها حاجه اسمها تعميم، مفيش جنراليزيشن للبروبلم. ما هنا من جنراليز، هنا انت بتفكر بفكر اوسع شويه. هتعمل انترفيو تفهم المشكله، وبعد كده بناء على الانترفيو ده هتبدا تبني الموديل. خلي بالك بقى، بس انت بتبني الموديل يا قبل يا بعد يا مع، هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي كوتشينير، هتعملها ايه؟ بص يبقى هنا فاليديت وهيبص للتول بس، لكن هنا فاليديت للموديل وهيبص. هيبص هتفاليديتها ازاي؟ هتعمل كوتشينير وتقيسها احصائيا وتطلع نتيجه احصائيا عشان تتاكد ان الموديل ده كان بي جنرالايز. الشركات كلها ممكن تنفذ الموديل ده. الفلسفه التفكير دي، النظريه اللي انت بتتكلم فيها دي، نظريه يمكن تطبيقها على كل الشركات. بعد ما تفاليديت الموديل وتاكدت ان هو مظبوط، تخش على الخطوه اللي بعد كده الا وهي هتبني التول. والله التول دي ممكن تبنيها بانترفيو تاني. يبقى انت ممكن تعمل انترفيو دي في الموديل، وبعد ما تعمل الموديل وتعمل النظريه وتستها هيبص وتوسعها وتعملها جنراليزيشن، هتاخد نفس الناس دي تاني تقعد معاهم تعمل تول تتكلم معاهم، وبرده تاني هتفاليديت التول دي بشكل جديد. هتفاليديت التول دي ازاي؟ والله انت ممكن تفاليديتها واحد شاطر كده يقول لي بالكوتشينير، هقول لك لا ما ينفعش بالكوتشينير. ليه يا عم؟ انت استخدمت كوتشينير هنا؟ بعد يقول لك طب ما صح، ما انا ممكن انا هنا استخدمت كوتشينير عشان اعمل موديل، طب ما انا ممكن افاليديت التول ده بالكوتشينير. اقول لك صح مش غلط، ما فيش حاجه غلط في الميثودولوجي، بس في فكره اعلى. ايه الفكره الاعلى؟ طب ما تفاليديت بشكل جديد، اعمل تجربه. تجارب صعب، اعمل تجارب. اركايف الاناليسيس، تشوف الداتا البيانات التاريخيه على مر السنين، وشوف المبيعات كانت ماشيه ازاي والحاجات كلها كانت ماشيه ازاي. ومن الاركايف الاناليسيس يعني نبص على صوره كده مثلا، اركايف الاناليسيس هنشرحها مره بالتفصيل. هتشوف مثلا اداء العمال، مثلا اداء العمال كان ماشي كده وجيت انت مثلا ضفت حاجات او حصلت حاجات مماثله للبرنامج اللي انت عملته، في برامج مماثله اتطبقت، في نقط مماثله اتطبقت، فبتاخدها وتشوف تاثيرها على اداء خلال السنين اللي فاتت. فانت فاليديت بطريقه اسمها اركايفال اناليسيس. طبعا هو انا مش شرحتش اركايفال اناليسيس، انا بس بقول طريقه جديده، طريقه اوبجيكتيف
طريقة اوبجكتيف مش طريقة سبجكتيف، طريقة اوبجكتيف. انا ممكن استخدم طريقة تانية خالص. خلي الطرق دي لما اللي ممكن مع بعض. فانا بلدت هنا الاحسن ما تبلدتش بهايبوثيسز، ما تبلدتش انا اسف بكوتشنير، بس بلدت كيف الاناليسز، فاليديت بلوديت اناليسز، فاليديت بشكل مختلف بس يكون اوبجكتيف. خش على بعد كده جراوند سير. جراوند سير ناس كتير قوي بتحطهاش هنا، بتحطهاش معانا هنا، بتحطها في الانتربريتيفيزم، وده مش غلط. جراوند سير دي نظريه جميله جدا، بتقول لك ايه؟ بتقول لك انت هتبني موديل. خلي بالك دي بنسميها ريسيرش استراتيجي، ودي ريسيرش استراتيجي. جراوند سير قايمه على ايه؟ قايمه ان انت بتبني نظريه بناء على انترفيو، تقعد تتكلم مع واحد. اول مره بتروح له تقول له هو ايه المشكلة، انت في ايه، انا مش فاهم حاجة، طب اشرح لي، طب ازاي انت عملت الحاجات دي، طب ما بعد قلت لي، يا نهار ابيض، طب ليه بيحصل الكلام ده. تقعد تسمع اسئلة مفتوحة، ما تفهم، تسمع اسئلة مفتوحة، تسمع كلام عام جدا، تروح البيت تقعد تعمل موديل العلاقات، لما الراجل ده حصل كذا حصل كذا، بتحول القصة لرسم. هو ده الموديل اصلا في الانتربريتيفيزم، تحول الكلام القصة لرسم، تسمع كذا واحد تحول لرسمة. بعد ما عملت الرسمة دي النقطة تروح تسأل هما او ناس تانية بس بشكل ستراكشرد شوية. يبقى انت حطيت هايبوثيسز في المقابله الثانيه وبدات تشوف هجاوب زي ما انا فهمت ولا لا، جاوب زي ما انا فهمت ولا لا، جاوب زي ما انا فهمت ولا لا، وهتوصل لموديل جديد تروح البيت تبنيه وتظبطه وتروح تاني الناس الثانيه او نفس الناس وتتكلم معاهم وتفاليديت ثالث ورابع لحد ما توصل في الاخر ان انت فهمت الموديل صح مع الناس دي. يبقى جراوند ثيوري بعض الاحيان بيحطوها هنا لانها انترفيو بشكل معين، انت بتحط هايبوثيسز دايناميك هايبوثيسز، كل شويه تحط هايبوثيسز وتعمل ريفاينمنت هايبوثيسز ريفاينمنت. طبعا انت مش شرط تعمل ريفاينمنت بانترفيوز بس، انت ممكن تعمل انترفيو اول مره بعد كده تروح تعمل ايه، تيست الهايبوثيسز، عملت هايبوثيسز وتستها بالاركايفال اناليسيس. بس اهم حاجه هنا دايناميك، يعني هي دي زي دي كده بس دايناميك. حط هايبوثيسز تيست كده تعمل موديل، تبني الموديل تحول لهايبوثيسز تفضل ماشي كده لحد ما توصل في الاخر الحاجه اللي انت فهمتها تكون فهمتها صح. طبعا خلي بالك هي الفكره هنا انا ليه حطيتها في كريتيكال رياليزم في حاله واحده بس، لو انت غيرت الطريقه القياس، غيرت الطريقه اللي بتست بيها. لو انت استخدمت نفس طريقه التست فانت انتربريتيفيزم اللي هو الانترفيو، لكن انت لو غيرت طريقه التست فانت في جراوند سيرش، فانت في الكريتيكال رياليزم. اخر حاجه الاكشن ريسيرش، وده موضوع مهم جدا 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 جدا. Inductive, deductive, grounded theory, action research. ايه الاكشن ريسيرش؟ الاكشن ريسيرش هي المدرسة الحقيقية للكريتيكال رياليزم. هي دي مدرسة حقيقية في الريسيرش. هي دي اكتر ما يعني اكتر ابحاث النهاردة بتتقال في ثلاث اربع جامعات على مستوى انجلترا كبار جدا الاكشن ريسيرش. لمعلوماتكم انا اعرف حوالي 3 4 بي اتش دي استخدمت، احسن بي اتش ديز اتخذت في على مستوى المملكه المتحده كانت كلها اكشن ريسيرش. ايه الاكشن ريسيرش؟ الاكشن ريسيرش ان انت انترفين في اللي بيحصل. يعني ايه؟ احنا اخر مره قلنا هو الباحث وظيفته ريفليكت الرياليتي ولا كرييت الرياليتي؟ هنا بريفليكت، هنا بسال الناس كوتشنير، هنا بسال الناس انترفيوهات. لكن هنا الوضع مختلف، هنا انا بعمل رياليتي. ايه الاكشن ريسيرش؟ الاكشن ريسيرش ده كان فيه كاتب كده جميل قوي مثل الاكشن ريسيرش دي ثلاث خطوات. قال لك ايه؟ قال لك لوك، بعد ما تلوك سينك فكر، بعد ما فكر اكت، تدخلت، وبعد ما عملت اكت عملت لوك. تعال نبص مع بعض كده. انت عملت الاول اوبزرفيشن، اتكلمت مع الناس وعملت اوبزرفيشن، لاحظت شفت اللي بيحصل. بعد الاوبزرفيشن عملت انترفيو، فهمت اللي حصل. بعد ما عملت الانترفيو رحت باني الموديل. بعد ما عملت الموديل بناء على الموديل ده رحت عامل برنامج او سوفت وير او سيموليشن موديل. خدت السيموليشن موديل حطيته تحت حيز التنفيذ. يبقى هنا اكت حقيقه انترفين، تدخلت. بعد ما تدخلت وطبقت البرنامج الجديد بتاعك تبدا تلاحظ تاني لوك تاني. بعد ما تلوك تلاحظ اوبزرف انترفيوز اللي انا كنت مخطط له حصل الميثودولوجي، عشان كده بقول دايما الميثودولوجي بيستخدم الطريقه دي. ميثودولوجي منهجيه اداره او استراتيجيه، غير تعمل استراتيجيه. انا للاسف ناس اصحابنا كتير بقول لهم انتوا بتعملوا ايه، بيقول لك نعمل استراتيجي، هتعمل استراتيجي كدكتوراه، يقول لك اه استخدمت ايه الانترفيوز،
يا سلام، ما هو الناس بتقول لك الاستراتيجيه بتاعتك جميله. انا الناس بيقابلني ناس كتير قوي تقول لك ايه رايك في الاستراتيجيه؟ جميله يا عم. طبعا اسلوب صعب جدا ان انت تتاكد ان استراتيجيه او برنامج او اداء مظبوطه، يفضل طبعا تراجع. فانت عملت البرنامج اللي انت عملته ده وحطيته في التنفيذ، وبعد ما حطيته في التنفيذ بدات تلاحظ رد فعل الناس. الناس مبسوطه ومش مبسوطه، الناس عاجبها مش عاجبها، السيميوليشن ده بيطلع نتيجه مظبوطه مش مظبوطه، الفوركاستنج مود اللي انا عامله ده بيطلع نتيجه مظبوطه مش مظبوطه، اسلوب التحليل اللي انا عامله ده، البيج داتا، اي اسلوب انت عملته بتشوفه رد فعل. كان فكر تاني ايه الاخطاء وبعد كده روح عامل. طبعا الشاطر والملاحظ والذكي يا نهار اسود ده انت يا ابني 50 دكتوراه في بعض، ده حقيقه. وده احد المشاكل اللي عندك في الموضوع ده، ان هو البحث ده بياخد كتير، يعني الاكشن ريسيرش ده ممكن يحصل من 3 بس حقيقي بيطلع اوتبوت جبار، لانك بتطلع معلش في الكلمه هو فيسبوك طلع ازاي؟ هو طلع كده. طالب دكتوراه طلع فيسبوك كده. جوجل طلع ازاي؟ طلع كده. كل برامج والشركات الكبيره طلعت ازاي؟ طلع كده. ما طلعتش معلش بالاحلام ولا بالخيال، ولا نضحك على نفسنا ولا بنشتغل نفسنا. ما حدش يعني يتصور ان اقول بس حقيقه فعلا. المنهجين دول في التوب يونيفرسز على مستوى العالم معلش في الكلمه يعني تستخدم في النشر. لكن هنا ان انت انفولفد مع شركه، انا شفت دكتور واخد دكتوراه من ام اي تي بيتكلم ازاي غير طريقه الصناعه في الجي ام بالاكشن ريسيرش، فكر عالي جدا. قعد معاهم طبق السكه دي، قعد لحد ما وصل لاحسن طريقه بتعمل بيست براكتس بعد كده، انك بعد ما توصل نظريه انت ممكن تعملها. انت هنا بتخلق حاجه حقيقيه من الواقع، برنامج حقيقي من الواقع. جامعاتنا رافضاه، احنا مجتمعنا رافضه، بس احنا لازم نغير. احنا طول عمرنا معلش في الكلمه شويه فرضيات بحث ونلزق البحث ونطلع اساليب احصائيه ونضحك على نفسنا، ولا احنا لسه ما وصلناش للمرحله دي. بس يعني تفاضل لو حصلت طبعا هتبقى مهزله، لان لو حصلت هتلاقي كل واحد بيعمل فاليديشن مع اصحابه وكارثه سوداء من الانديه. فاحنا لازم نبص شويه، انا بميل لمارسلي شويه ان انا اكون كريتيكال رياليتي. طيب اخر نقطه، ايه الاساليب الفاليديشن الاوبجكتيف اللي انت بتتكلم بيها؟ انا عايز افاليديت بشكل طبعا الكلام ده هيطول شرحه بعد كده. عايز افاليديت باساليب اوبجكتيف. اشهر اسلوب الكوتشنير، وده ينفع على المبني فريم ورك. هنشرح بعد كده فرق بين الفريم ورك والموديل والميثودولوجي والكلام ده، بس مش وقته. يبقى انا عندي كوتشنير، ده فاليديت الكوتشنير اللي بعد ما عملت الموديل او النموذج او النظريه او المنهجيه او الميثودولوجي او الابروتش. بعد ما عملت الكوتشنير ممكن احد الاساليب الثانيه تعمل لونجيتيودنال اناليسيز. على فيسبوك انا منزل رساله دكتوراه هنزلها، على بي اتش دي معموله لينك تيتن رساله فوق رائعه، اعتقد احسن دكتوراه على مستوى انجلترا كانت معموله في باس يونيفرستي. انا قعدت مع راجل عملها حتى بيقول لك انا مؤمن بديانه الكريتيكال ريزم. هتلاقي البرزنتيشن بتاعه عندك على الفيسبوك. عمل ايه الراجل دوت؟ عمل لينك تيتن اناليسيز على مستوى الشركه على مستوى 5 سنين 3 سنين، وقعد يشوف ايه اللي بيحصل ويبدا يدي اقتراحات ويشوف النتائج، 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 لحد ما وصل في الاخر اداء كده، خد دكتوراه على كده. طبعا الدكتوراه بتاعته خد احسن دكتوراه انه طلع فاليد نوليدج، هو ما بيقولش كلام في الهبس، بيتكلم كلام حقيقي، بيتكلم في علم، لانه هو وصل لحاجه ممسوكه. طبعا كل ما تمسك حاجه توصل لحاجه ممسوكه كل ما يكون علمك ده ارقى. في الاركايفر اناليسيس، وده شبه الانجتيدنا الناس في مصر بتسميه ارشيفال ولا ارشيف، هو هنا بينطقوه اركايفال اناليسيس. الاركايفال اناليسيس ده نفس اللي انت بتعمله في اللينجيتيودنال بس على الهيستوري، على اللي فات، على الزمن اللي فات. بتشوف خلال 5 سنين فاتت اللي عمل القرار ده بالشكل اللي طلعت ده ادى نتيجه عامله ازاي؟ صعب بعض الشيء، بس بتحتاج منها تحليل وتربط ما بين تقارير الاداء خلال 5 سنين سابقه والقرارات بتاعت الشركه والبرامج اللي استخدموها والحاجات اللي استخدموها وطلعوا منها الاركايفال اناليسيس. يبقى عندي كوتشنير، لونجيتيودنال، اركايفال اناليسيس، بعد كده اخر حاجه هتست اسفل. خلاص يبقى انت عندك كوتشنير، لونجيتيودنال اناليسيس. اخر حاجه عشان الوقت، اتمنى ان احنا لما ندور ونقرا في الريسيرش ميثودولوجي في كريتيكال رياليزم ليها نصيحه مهمه جدا. الكتاب عندي نوعين في مناهج البحث في مصر او في العالم العربي او في العالم.
انا عايز اتعلم عن الكريتيكال رياليزم ده، اتعلم منين؟ ادور فين؟ اشوف فين؟ ما انصحش ان تقرا كتب مناهج بحث في الموضوع ده. ليه ما تنصحش؟ لان ببساطه شديده جدا 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 الكتاب مناهج البحث نوعين، نوع بيؤمن بالديانه البوستيفيزم ونوع بيؤمن بالديانه الانتربتيفيزم. اللي بيؤمن بالديانه البوستيفيزم بيشرح اول شابتر عن فلاسفه البحث ده وده وده وده، هنتكلم فيها شويه، وبعد كده يقعد يكسر في ده ويشتم في ده عشان يطلع عند الكلام ده صح. وكده تلاقي باقي الكتاب ماشي ازاي بقى؟ ماشي بيتكلم عن السامبلنج، بيتكلم عن الهايبوثيسز، بيتكلم على الاساليب الاحصائيه اللي بتستخدمها، على الاس بي اس اس، ازاي طلع كونكلوجن. هو كسر في دول الاول عشان يقول لك ده اللي حلو. لو انت بتقرا كتاب انتربتيفيزم هيعمل ايه؟ هيكسر لك في ده في الاول وفي ده في الاول، ويبدا ايه؟ يبدا يتكلم ازاي تعمل بقى انترفيو، ازاي تعمل اوبزرفيشن، وازاي تعمل ديلفي ميثود، وازاي تبدا تتكلم بالشكل ده. وما ضرف مين؟ ضرف ده وده. طب وده غلبان للاسف، ده بقاله 40 سنه او 30 سنه فمش هتلاقي له كتب، فهتلاقيه على طول مشتوم. يعني الكتب دي هتلاقيه مشتوم والكتب دي هتلاقيه مشتوم. لما يجي واحد عامل مرجع كبير شويه تلاقيه حاجه محترمه، يعني يعمل لك ايه؟ يروح جايب لك ده وده يشرحه بعض الشيء. طبعا هو في ميال، لان هي بتبقى زي ايه؟ ايمان بحاجه معينه، في ميال هنا شويه وميال هنا شويه، وبيشتم في ده لانه ما عندوش وقت انه يغطي ده، لان ده اسلوب يعني هو مش صعب لكنه في فكر محتاج له يتعامل له كتب لوحده، وللاسف مفيش كتب، انا ما قريتش او ما لقيتش كتب في المجال ده. النقطه الثانيه المهمه الا وهي بعض الجامعات تتحدى الطلبه تقول لهم هاتوا لي بيبرز مكتوبه كريتيكال رياليزم. احنا ما بنصدقش الكلام ده، انا عايز اشوف بيبرز. هرد اقول لك كريتيكال رياليزم ما بتنشرش بيبر. لو اتنشر بيه بيبر بتنشر بيه في توب جورنال، بتنشر في هارفارد بزنس. انا شفت المنشر بتاعي نشر في ام اي تي سالون، اكبر جورنالز على مستوى العالم، وفي هارفارد بزنس ريفيو نشروا كريتيكال رياليزم. لكن معلش في الكلمه، انا لو هعمل بحث ده قعد معايا 3 سنين 4 سنين وكتبت فيه، هنشر لي بحث واحد؟ طب ما انا اقطعه. ما ده اللي بنعمله. نعمل ايه؟ ناخد الحته البوستيفيزم وننشرها في بيبر مايله للبوستيفيزم، وناخد الحته الانتربتيفيزم وناخدها في بيبر ونحطها في جورنال انتربتيفيزم، وناخد الحته اللي مش عارف، ونبدا نقسمهم 4 بيبر. وتلاقينا كلنا اغلبنا في الجامعات هنا بنطلع في البيتش دي 4 بيبر. ليه؟ لان كل حته في الريسيرش طلعت بيبر، فطلعت 4 بيبر. فعمرك ما هتلاقي في جورنال عاديه كريتيكال رياليزم، عمرك ما بيبقاش واحد اهبل بيضيع وقته، الا في منهج بحث معين او في تول معينه سيميوليشن موديل ما تتعملش زي سيستم داينامكس، ما تتعملش كده. فتلاقي لما تقرا سيستم داينامكس ريفيو جورنال، سيستم داينامكس ريفيو جورنال، هتلاقي في كتير منهم عاملها اكشن ريسيرش او كريتيكال رياليزم. طبعا بتبقى ابحاث بتبقى موثوقه جدا جدا جدا، لكن فيها نش مش ما فيهاش نش. اخر حاجه، لو انا عايز اتعلم كريتيكال رياليزم انصحك تعمل ايه؟ مش هتلاقيها في بيبرز ولا هتلاقيها في كتب. الحل ان انت تدور على بي اتش ديز موجوده اتعملت في الكلام ده. الكلام ده ليه كبار بتوعه. ادور على بي اتش دي موجوده، انا نزلت لكم تقريبا بي اتش دي موجوده مش عارف بتاعت فيونا تقريبا، ودي خبطه تقريبا احسن استاذ دكتوراه هنا كانت عامله كريتيكال رياليزم. في برضه 3 4 بي اتش ديز موجودين انا هحطهم على فيسبوك، كلهم شغالين بكريتيكال رياليزم. وهتلاقي اي بقى فن فظيع في طريقه ازاي صناعه النظريه، ثم الاداه، ثم الفاليديشن، ثم فاليديشن على النظريه، ثم فاليديشن على الاداه. تحس ان واحد بيعمل طبخه كده، حاجه خيال. وفعلا بيطلعوا بعد كده بسم الله ما شاء الله بيشتغلوا شغالين في شركات، والدنيا بتتغير جامد جدا. فكريتيكاليزم عشان تتعلمه نصيحتي ما تقراش كتب، ما تقراش بيبرز، تقرا بي اتش ديز مكتوبه بالمنهج ده. وانا حاطط لكم في البلوج بتاعتكم اسماء دكاتره هنا في انجلترا بتكتب الطلبه بتاعتها، بتشوف عليها الطلبه بتاعتهم بشكل كريتيكاليزم. حوالي 10 او 12 دكتوره على مستوى 8 او 9 جامعات على مستوى انجلترا وفي هولندا اظن كمان. شوف الطلبه بتاعتهم ناشرين عاملين البي اتش دي بتاعتهم ازاي، وابدا اذاكرهم اسلوب جديد. انا اتمنى ان احنا نواكب العصر علشان خاطري. كفايه ده لو حد عارف دي بتاعت معادله الريجريشن، عارف في ناس كتير مش عارفه معادله الريجريشن دي معموله، بيرسون عملها سنه 1870 او 1880. حرام عليك، اتقوا الله، اتقوا الله بالبحث العلمي في مصر. ده معمول سنه 1930 1940، ده معمول سنة 1970. طب ليه ما نستخدمش ده؟ محتاجين نعيد تفكير في حاجة كتير أوي. وآخر دعوانا أنا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.